مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. اليوم مباراة كبيرة بأمال وأحلام كبيرة جدا، مباراة في بطولة العالم، بالتأكيد أنها لها أهميتها، وطبعا سيكون الفوز فيها أمر مهم جدا لتكون انطلاقة جيدة في هذه البطولة. بطولة مهمة ولها قيمتها، كل لحظة مهمة داخل أرضية الملعب، والكل يبحث عن الظهور، عن التألق، عن تقديم أفضل صورة له ولبلده خلال المونديال. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. ثم الدور الآن على المنتخب الآخر في السلام الوطني. والآن مع انطلاقة المباراة، الكرة ملعوبة من مسافة، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة، سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. يلعبها عرضية، انطلاقة من جهة اليمين، يلعبها لمنطقة الخطر، قوية من مبابي، محاولة أكثر من رائعة. هاري كين يستعيدها، رافائيل فاران، لمسة بينية يرفعها داخل 18، يحاول تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. رابيوب ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. كرة إلى الأمام، ماذا بعد؟ بابي بعيدة تماما عن المرمى، اختار أن يتجاوز المدافعين، توغل خطير جدا بمهارة عالية. يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. هاري كين، ساكا في موقع التسلل، يمر يلعب كرة بينية، بابي، لوكشو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يلعبها طولية، لوكشو، كرة خطيرة على اليسار، هاري كين، هاري كين، الحارس اللي تعرض لاختبار حقيقي بعد هذه الكرة، لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. هاري كين،
يلعبها ببراعه. اي تألق، اي تصدي، اي حارس مرمى. ابداع كبير من حارس المرمى في مباراه اليوم. لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه. ها هي التسديده، الكره الخطيره، كره اخرى تضيع. اي سوء حظ يلازمهم اليوم. بابي والكرة راية بعد ذلك وتسامي. هاري كين، لوك شو يفقد توازنه. إمكانية مرتدة الآن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ غريزمان. كرة أرضية إلى المنطقة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. وأجمل بينية. الله ما أروعك. صمام من الأمام للفريق يقطع الكرة. كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب، بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة طولية من الحارس، يبحث عن المهاجم. فودين، تمريرة بينية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ غريزمان يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يحتسب الحكم ركلة حرة. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. يلعب كرة بينية قوية من مبابي. من طراز عالي، لمسه في منتهى الروعه. فرنسا يسجل الهدف الاول للمباراه، تقدم وسحب. كايل ووكر، ساكا، ساكا يحاول بكرة من ناحية الركنية. بابي، بابي إلى خارج المرمى. بدأ لي أن الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة. كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم. يلعب ترتد الكرة من العارضة. تقريبا كان محظوظ في هذه اللقطة. يحاول أن يلعب كرة بينية. لوكشو يلعب كرة بينية. يمروا يلعب كرة بينية. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. فودين بينية إلى، حاول أنه يجرب حظه. أدريان رابيو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فودين، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. الكرة داخل منطقة الجزاء.
أدريان رابيو، لمسة بينية، تلعب الكرة إلى الأمام، فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. كرة ملعوبة والتسديد، مجهود رائع منه، كان جاهز ليلعب الكرة، يسدد الكرة، لوك شو يبحث عن زميله، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. شو تسديدة من أول لمسة، يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول، رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني، هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، لوكشو، الكرة ملعوبة من مسافة، اختراق جميل على فرصة للتسديد، ساكا يقطع الكرة، هيرنانديز، أدريان رابيو، كايل ووكر، فرصة خطيرة وصلت إليه، فاتت واحدة من فودين، تسديدة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا له من تصدي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، إريك داير، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم، ستكون هنا رمية تماس، ساكا، كرة إلى الأمام، يمر يلعب كرة بينية، اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل، كين، لمسة رائعة من ساكا، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى، مثل هذه الكرات يرتاح منها الحارس بالتأكيد. هاري كين يلعب كرة بينية، كرة طويلة للأمام، خسر المواجهة أمام خصمه، إريك داير على تنفيذ الخطأ، أخطأ لكنها مرت بسلام، هندرسون، ساكا، فريق غير حاضر ذهنيا، كثير من التمريرات خاطئة، هيرنانديز يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم،
يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفقوية من إمبابي. ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. قد تكون هذه فرصته. لمسة بينية. هاري كين يمر يلعب كرة بينية. يلعب كرة طويلة. تسديدة في اتجاه المرمى. بعيدة تماما عن المرمى. تسديدة من مسافة بعيدة. الكرة اعتلت العارضة. هندرسون. شو يتعثر ويفقد توازنه. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحاول أن يلعب كرة بينية. لوك شو. إريك داير. يلعب كرة طولية. يلعب كرة بينية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أنتوني غريزمان. تصدي غير عادي من حارس المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى. معت لعبة جميلة. تسديدة أجمل. مرت الكرة. هنا كرة عرضية. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. أفقد الخصم التركيز التوازن. هندرسون. ساكا يمر يلعب كرة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. ينطلق إلى الأمام بسرعة. لوك شو. هاري كين يلعب كرة بينية. لمسة رائعة من ساكا. ملعوبة بشكل جميل. كايل ووكر. ساكا ضغط قوي وينجح في استعادتها. لمسة بينية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يلعب كرة طويلة. كرة طولية في المساحة الخالية. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. يلعبها طويلة. تدخل جميل واعتراض أجمل. غريزمان والتسديد. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام. احتكاك بدني كبير. التحام قوي بين اللاعبين هنا. الكرة بالخطأ من ضربة المرمى إليه مباشرة. يلعبها لمنطقة الخطر. ساكا يحاول أن يسدد الكرة من هنا. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تسديدة من أول لمسة. يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. ها هي صافرة النهاية. إنها البداية التي كانوا يتمنوها.
وضعتهم هذه البداية القوية في